كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. الفوز مهم ومطلوب كمان في ظل الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي من اصابات وامور كثيره جدا. ابارك الاول الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد، مباراه مهمه ومباراه صعبه في ظروف صعبه كده على فريق النادي الاهلي، عندنا غيابات كثيره جدا لكن اصرار اللعيبه كان باين، في روح، في جديه، في كمان شغل كتير جدا في فني اتعمل النهارده كابتن سيد. الحمد لله، طبعا مكسب مهم جدا في منافسه صعبه وفي قرب كمان نهايتها، يعني مع فرقه هايله جدا، فرقه المصري مع كابتن ايهاب جلال بالتاكيد يعني مدير فني على اعلى مستوى هو وجهاز الفني بالكامل يعني. فمباراه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا فوزها، وخصوصا كمان ان انت خلاص بتتكلم في الامطار، يعني مش عايز اقول الاخيره لان لسه برضو انت بتتكلم في سبع اسابيع ب 21 نقطه، لسه يا عالم ايه اللي ممكن يحصل يعني. لكن اعتقد ان انت يعني فوزك ورا فوز ورا فوز، اعتقد ان شاء الله الرحمن الامور هتبقى احسن ان شاء الله. كل مباراه مع المكسب بيكون في كمان مكسب مع اللعيبه، يعني صلاح النهارده بيأدي اداء رائع، رمضان كمان اطمننا عليه ويمكن نزل كمان بعض الوقت، جيرالدو بشكل عام الفرقه كلها، لان الجانب النفسي ليك دور مع المستر مارتن ومع كابتن يوسف. انت بتتكلم بشكل فردي يعني، انت بتتكلم بشكل جماعي، يمكن احنا كان عندنا كميه من الغيابات رهيبه جدا ومع ذلك عمرنا ما بنشتكي يعني. يعني الفرق الجماعيه او فرقه البطولات هي اللي دايما اللي بتبقى بتستعد لاي موقف يعني. يمكن في كل مباراه احنا من اول، مش عايز اقول من اول السنه ولا اول يناير يعني، انت ما فيش مره الفرقه كلها كانت كامله يعني، تمام يعني، بتحضر كويس قوي، بتجيب لعيبه على اعلى مستوى، عندك لعيبه كويسه، لكن ضغط مباريات لا عايز اقوله بس يعني عشان الناس الامور فاهمه، فرقه الكره مهما كانت قويه ومهما كانت جامده بتاخد وقت عشان تخش في مرحله تجانس وترابط يعني. احنا في يناير 2004 بس الناس للاسف الذاكره بتنسى يعني، كان جبنا بوتريكا، وبوتريكا ايقونه الكره المصريه يعني، او واحد من اهم عناصر الكره المصريه في تاريخها، وجبنا يعني لعيب برازيلي اللي هو بينيو، جبنا حسن مصطفى في يناير مع مجموعه كبيره جدا من الاسماء، بس خدت وقت شويه لحد ما وصلت للي انت عايزه، خدت وقت حوالي 6-7 شهور لحد ما وصلنا في بدايه موسم 2004 2005 تحتكر كل البطولات يعني. فرقه الكره مهما كانت قويه بتاخد وقت شويه، تمام يعني. اعتقد ان احنا عاملين شغل ممتاز جدا في ظل تلاحم المباريات يعني، انت ممكن تكون بتلعب من يوم 4 يناير لحد النهارده، انت ما قعدتش مثلا فتره زمنيه غير باستثناء الفتره بتاعت منتخب مصر عشان فرقه تتمرن مع بعض. الروح عاليه جدا، الروح ممتازه جدا. اللي بيشتغل الشغلانه دي انا عارف كويس قوي ان هو يتساوى عنده المدح والذم، ده وضع طبيعي جدا يعني، اللي هيمدحك هيبقى كويس واللي هيذم فيك برضه خلاص بنقول له متشكرين جدا يا عم، جملك فوق راسنا يعني. كمان على ذكر المدح والذم يا كابتن سيد، انا عارف انت ما بتلتفتش للاعلام والتصريحات اللي بتتم، لكن الناس دخلت كابتن سيد في جمله وقالت اللعيبه زعلانه منه وما بتكلموش، امور عديده جدا، ده سبب من نقدر نقول مش حرب على النادي الاهلي، سبب من تاثير على فريق النادي الاهلي. انا ما بزعلش من اي حاجه خالص يعني، انت بتشتغل شغلانه زي ما قلت لك يعني، لكن في النهايه زي ما قلت لك يعني بنشتغل وبناخد وقت. احنا عندنا خبراتنا بشكل كويس الحمد لله كويسه، وعارفين كويس قوي يعني ايه فرق الكوره، يعني ايه تعمل فرق الكوره، عارفين كويس قوي ده يعني. يعني انا بس كل اللي انا عايزه يبقى جمهور النادي الاهلي في ظهر فرقه النادي الاهلي، مهما كان الاسماء اللي موجوده، مهما كان اللعيبه اللي موجوده او الجهاز اللي موجود او ايا كان يعني، المهم تبقى دايما ورا النادي الاهلي. اي شغل بقى يعني جانبي او خارجي او حاجه انت يعني بتترفع عنه يعني. المباراة القادمة مباراة مهمة، عايز اتكلم على الملعب، خلاص تم الاستقرار على ملعب مكسب مباراة طلائع الجيش، وكيف سيتم التحضير؟ لان انا عارف ان بكرة راحة بالنسبة لكم يا كابتن. احنا عندنا بكرة راحة لكن برضو عندنا شغل في مجموعة الناس اللي هي مصابة اللي هي هتتحضر للمباراة اللي جاية، يعني عندنا مباراة برضو ثقيلة جدا. اللي عايز اقوله بس واكده، يمكن في مباريات بتبقى اسمها كبير قوي لكن احداثها بتساعدك، احداثها بتخلي المباراة سهلة، وفي مباريات بتبقى الامور فيها مش على نفس المستوى اللي انت يعني بتقول عليه من القوة، لكن أحداثها بتبقى صعبة يعني. فرقة طلع الجيش فرقة محترمة جدا، عاملة موسم كويس قوي، معها لعيبة كويسة، لكن احنا داخلين بدافع البطولة إن شاء الله الرحمن، دوافعنا تبقى أعلى واهتمامنا يبقى أكتر بإذن الله. وبرضو حتة تضيع الفرص دي عايزين نقلل لها شوية، لأن الشوط الأولاني ممكن يخلص 2-3 سهل جدا، الشوط الثاني يعني في عدد كبير من الفرص، لكن في النهاية الحمد لله رب العالمين، أنت بتروح بشكل كبير جدا للمرمى في كل المباريات، حتى المباراة بتاعت بيراميدز اللي خسرناها يعني احنا رايحين بشكل كبير جدا في عدد الفرص يعني. الحمد لله على كل شيء، اقفل الصفحه ايا كانت الوضع عامل ازاي، انت عندك 7 مباريات جايه، 7 مباريات لو ربنا كتب لنا الفوز فيها باذن الله خلاص هنبقى ابطال الدوري باذن الله. شكرا، كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره.